أنا أحمد رفيق عوض، كاتب روائي، مدرس في الجامعة. أنا من يعبد، من قرية اسمها يعبد في شمال الضفة الغربية. حوالي عندي 32 كتاب تقريبا، ما بين رواية وما بين بحث وما بين إعلام. يعني عندي 32 كتاب تقريبا منشورات لحد الآن الحمد لله، وبعضها منشور مطبوع عدد كذا مرة، وبعضها ترجم للغات أخرى. يعني كتاب يكتبون دائما لا يتوقفون، بسمي حاله كاتب لا يتوقف. الكتابة هي الشغلة اللي بتخلي الواحد عايش. إحنا شعب مجروح أصلا، شعب يراد له أن يشطب عن الخارطة، شعب يراد له أن ينفى من المشهد. بالتالي الكتاب والشعراء والفلاسفة المفكرين المغنين الفنانين هذولا هم اللي بيعملوا للفلسطينيين وجود. جامعة القدس جامعتي، هذه جامعة فقراء، جامعة شاملة، جامعة مناضلة، جامعة فيها عندها رسالة، وجامعة محاصرة أيضا. آوتني وحمتني وأعطتني محضن دافئ وحضن دافئ.